حضرة المشاهدين والمستمعين الكرام، أحييكم في هذه الحلقة 14 من قراءة القرآن العربية والآرامية السريانية لمتابعة شرحنا عن قراءات خاطئة ناتجة عن نقل خاطئ في الرسم من أصل مدون بالخط السرياني المسمى بالقرشوني أو الكرشوني إلى الخط العربي بالرسم الحجازي والكوفي، وذلك من المرحلة الأولى إلى الثانية من تدوين القرآن كما نعرفه اليوم. ورداً على سؤال بعض المتابعين عن تسمية القرشوني أو الكرشوني، نعيد ما شرحناه سابقاً. المرجع هو اسم غيرشوم العبري بالميم في آخر الكلمة، وسريانياً غرشون بالنون الوارد في التوراة العهد القديم، ومنهم ابن ليوي. وقيل فيما بعد أنه اسم كاتب انتقد اليهود فاتخذ معنى الغريب كما هو مفهوم في الدارجة العربية السريانية المعاصرة. والأرجح أن أحد الرهبان السريان اتخذ هذا الاسم كما كان وما زال المألوف عند الرهبان باتخاذهم أسماء من العهد القديم مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم، وهو أول من ابتدأ بكتابة العربية بالأحرف السريانية، فسمي هذا الخط على اسمه غرشون بالغرشوني أو الكرشوني، ودرج هذا الخط فيما بعد في المخطوطات والكتب السريانية العربية. والظاهر من دراستنا بأن القرآن هو أول كتاب تم تدوينه العربي بالأبجدية السريانية، وبالمختصر القرشوني أو الكرشوني هو اللغة العربية المكتوبة بالخط السرياني، وهذا ما يتبين بوضوح من الخلط بين الأحرف السريانية والعربية عند نقلها من المرحلة الأولى إلى الثانية كما باشرنا بشرحها في هذه الحلقات. وبالمناسبة أنهينا الحلقة الأخيرة بكتابة يلحدون العربية وتصحيحها بيلغزون نقلا عن كتابتها بالخط الكرشوني أو الكرشوني، ودليل ذلك أن فعل لحد وألحد بمعنى خرج عن الدين لم يكن له وجود في الكلام قبل القرآن وقبل هذه القراءة الخاطئة. ويتبين معنى يستهزئون من سورة الأعراف الآية 180، وذروا الذين يلغزون وليس يلحدون في أسمائه، وسورة فصلت الآية 40، إن الذين يلغزون وليس يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، بينما سورة النحل الآية 103 تعني لسان الذي يلغزون وليس يلحدون، أي يرمزون أو يلمحون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ونتابع الآن شرحنا لاسم المصدر إلغاز بدلا من إلحاد الوارد في سورة الحج الآية 25 كما يلي: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام سواء العاكف فيه والبادي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يشرح الطبري هذه الآية بالمختصر كما يلي: يقول تعالى ذكره: إن الذين أنكروا ما جاءهم به عند ربهم ويصدون عن سبيل الله، يقول ويمنعون الناس عن دين الله أن يدخلوا فيه، وعن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس،
سواء العاكف فيه والبادي، يقول: معتدل في الواجب عليه من تعظيم حرمة المسجد الحرام وقضاء نسكه به حيث شاء العاكف فيه وهو المقيم به، والبادي وهو المنتاب إليه من غيره. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه سواء العاكف فيه وهو المقيم فيه والبادي، في أنه ليس أحدهما بأحق بالمنزل فيه من الآخر. ملاحظة دون شرح معنى البادي، وفهم البادي بمعنى الآتيه من الخارج. من كل هذه التفاسير لم يفهم الطبري ومن ذكره من أهل التأويل إلا معنى الذين كفروا. أما بقية الألفاظ من يصدون عن سبيل الله والعاكف فيه والبادي فلم يفهموا منها شيئا، ولذا علينا أن نشرح أولا معنى هذه التعابير. أولا، صد عن السبيل لا يعني صد السبيل أو منع الناس أن يدخلوا فيه كما فهمها الطبري على وجه التقريب، لأن التعبير سرياني الأصل، ومترجم عن التعبير السرياني ستا من أرحى الذي يعني عدل أو حاد عن السبيل. فالذين كفروا هم الذين يعدلون أو يحيدون عن السبيل أو عن الصراط المستقيم، وليس الذين يمنعون المؤمنين من دخوله. فالفعل السرياني فعل لازم وليس متعدي. وبالنسبة إلى تحول الألفاظ التاريخي من مهموسة إلى مجهورة، يعطينا الفعل السرياني ص الذي يعني حاد مثالا عن تحول الطاء المهموسة إلى دال مجهورة ليصبح اللفظ السرياني ستا عربيا صدى، ولو أنه قرئ صد بتشديد الدال لكتابته بدون ألف نهائية. ثانيا، العاكف فيه لا يعني المقيم به كما يفهمها الطبري. فعل عكف يحتمل عربيا معاني مختلفة، منها العكوف على الصلاة أو على العمل، ولكن الكاف في عكف لفظ ثانوي وتخفيف للقاف في أصل عقف بالقاف. ويشرح لسان العرب فعل عقف كما يلي: العقف العطف والتلوية، عقفه يعقفه عقفا، وعقفه وانعقف وتعقف أي عطفه فانعطف. والأعقف المنحني المعوج. فبتعبير العاكف فيه يعطينا القرآن مثالا عن عكف بمعنى عقف أي لوى وعوج. والمقصود بالعاكف فيه ليس المؤمن المقيم به أي المقيم في المسجد للصلاة، بتعبير آخر فاعل العاكف ليس المؤمن المقيم في المسجد، بل الكافر الذي يلوي ويعوج سبيل الله. فالعاكف فيه حرف الجر فيه لا يعني داخل المسجد، بل العاكف أي الملوي أو المعوج فيه، أي بخصوصه، بخصوص سبيل الله، أي المعوج سبيل الله. فتعبير سواء العاكف فيه يعني لا فرق بين العاكف في سبيل الله أي المعوج سبيله والبادي. فما معنى البادي في هذا النص؟ رأى الطبري ومن ذكرهم من أهل التأويل في البادي عكس المقيم في المسجد أي الآتي من الخارج، وهذا مفهوم خاطئ مع أن الفعل عربي، إلا أنه لا يعني أتى من الخارج أو المتجول خارجه. فلو فهم الطبري
وأهل التأويل العاكف بالمعنى الملوي أو المعوج لكان بإمكانهم أن يفهموا البادي كمرادف له، خاصة وأن هذا الفعل عربي وليس سنياني. إلا أن المسؤولين عن تنقيط الحروف في المرحلة الرابعة من تدوين القرآن لم يروا حاجة لوضع نقطة على الدال لقراءتها الباذي وليس البادي. ويشرح لنا لسان العرب فعل بذا وبذأ بالهمز وبدون همز كما يلي: بذأ، بذأت الرجل بذأ إذا رأيت منه حالا كرهتها، وبذأته عيني تبذأه بذاء وبذاءة ازدرته واحتقرته ولم تعجبك مرآته. وبذا بدون همزة البذاء بالمد الفحش، وفلان بذي اللسان والمرة بذية، بذو بذاء فهو بذي، وقد تقدم في الهمس. هذا شرح لسان العرب. ومع أن العاكف والباذي تعبيران عربيان لم يفهمها أهل التفسير ولا أهل اللغة شرقا وغربا حتى يومنا هذا كمرادفين بمعنى التعويج والازدراء بسبيل الله، فإن كان الذين كفروا منهم من يعوج في سبيل الله ومنهم من يزدري به، فعلينا أن نرى ما هو المفهوم المنطقي لما تبع من هذه الآية، وما هو معنى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. تفسير الطبري يقول تعالى ذكره: ومن يرد فيه إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم، وهو أن يميل في البيت الحرام بظلم. وبهذا الشرح يجعل الطبري الكافر يميل، وهذا مفهومه بإلحاد في البيت الحرام أي داخل البيت الحرام بظلم، فجعل العاكف فيه المقيم في المسجد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد من يميل في البيت الحرام بظلم. وفي الحالتين الطبري بعيد كل البعد عما يقصده القرآن. وخلاصة الطبري، قال أبو جعفر: وأولى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب، وهو مقتنع بهذا الصواب، القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس من أنه معني بالظلم في هذا الموضع، كل معصية لله، وذلك أن الله عم بقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ولم يخصص به ظلما دون ظلم في خبر ولا عقل، فهو على عمومه. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام ومن يرد في المسجد الحرام بأن يميل بظلم فيعصي الله فيه نذقه يوم القيامة من عذاب موجع له. وقد ذكر من بعض القراء أنه كان يقرأ ذلك ومن يرد فيه بفتح الياء، بمعنى ومن يرده بإلحاد من وردت المكان أرده، وذلك قراءة لا تجوز القراءة عندي بها لخلافها ما عليه الحجة من القراء مجمعة مع بعدها من فصيح كلام العرب. ويتبين من هذه الخلاصة بأن الطبري لم يفهم معنى يرد ولا معنى بإلحاد مع اعتماده على فصيح كلام العرب، والسبب هو أن كتابة يرد ليست من كلام العرب، وقد أخطأ الناسخ بقلب الراء والدال من الفعل السرياني دار ندور، والذي يعني صارع كافح خاصم. وقد ورد هذا الفعل مرة أخرى في سورة البقرة الآية 72
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والأصح اداريتم أي تخاصمتم فيها. فبدلا من من يرد أو يرد فيه علينا أن نقرأ من يدر فيه، أي من يخاصم في سبيل الله والمسجد الحرام. أما بإلحاد فالكلمة عربية، إنما بنقلها الخاطئ من كتابة سريانية من الدرشوني، وذلك بنقل الحاء بدلا من الجيم بلفظ الغين الكرشونية، ونقل الدال بدلا من الراء السريانية، فتستقيم القراءة بكتابة بإلغاز أي باستهزاء وازدراء، فيتبين معنى الإلغاز في هذا السياق كمرادف لمعنى العاكف والباذي كما سبق شرحهما. وبعد هذا التحليل اللغوي يمكننا فهم الآية المذكورة من سورة الحج كما يلي: إن الذين كفروا ويصدون أي يعدلون أو يحيدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، سواء العاكف فيه والباذي، أي إن كان ممن يعوج كلامه في سبيل الله أم يزدري به على السواء. ومن، الواو هنا ليست واو عطف بل تشير إلى بداية الخبر، ويمكن استبدالها بفمن كما هو المألوف لبداية الخبر. ومن أي فمن يدر فيه بدل من من يرد فيه، أي فمن يخاصم في سبيل الله بإلغاز بدلا من بإلحاد، أي باستهزاء وازدراء بظلم أي سريانيا بكفر، نذقه من عذاب أليم. والهمزة في كلمة أليم أصلها عين عليم، وأصل العين سرياني القوة، فاتخذ عربيا معنى قوة الذهن ومنه العليم، بينما الأليم نسبة إلى العذاب عذاب أليم يعني عذاب شديد، فاتخذ الألم معنى الوجع عربيا. ومن الفعل السرياني دار نيدور أي خاصم وقاتل، جاء التعبير العربي لله دره أي قاتله الله، وحسب لسان العرب يكون هذا التعبير مدحا ويكون ذما. وإذ كان موضوعنا النقل الخاطئ لحرفي الدال والراء السريانية، يتبين من قراءة يلحدون وإلحاد الواردة أربع مرات في القرآن وتصحيحها بيلغزون وإلغاز بأن جذر لحد وألحد بمعنى خرج عن الدين لا وجود له في الكلام، لا في اللهجات العربية ولا في السريانية. وهذا مثال عن قراءات قرآنية خاطئة دخلت ودرجت في اللغة الفصحى لبعدها عن الدارجة التي هي اللغة الحية، اعتقادا من العامة ومن أهل اللغة بأن الفصحى أصح من اللغة العامية. وسوف نرى كم من قراءة خاطئة درج بعض منها في الكلام بينما بقي غيرها بعيدا وغريبا عنه. ومن جملة الكلمات التي درجت في الفصحى ما ذكرناه عن كتابة رتقا، السماوات والأرض كانتا رتقين الأنبياء الآية 30 بدلا من دابقين بقراءة دابقين أي ملصقتين، فدرج فعل رتق لقربه من فعل رتا يرتو الذي يعني قطب أو ربط بين شقي الثوب، مع أن صيغة رتقا ليست عربية كما فهمها أهل التأويل بمعنى المصدر العربي والألف النهية بمعنى النصب وفقا لخبر فعل كان، بل كتابة دبقا بالألف اسم مفعول سرياني بكتاب مندائية تدل نهايتها بالألف وبحذف النون على المثنى أو الجمع. ونجد كتابة الألف النهائية بلفظ نون التوكيد مرتين في القرآن، أولا في سورة يوسف
الآية 32: ليسجنا وليكونا بالألف وبقراءة وليكونن من الصاغرين. ثانيا في سورة العلق الآية 15: لنسفعن بالألف وبقراءة لنشفعن سريانيا بالناصية، أي لنزيدن العذاب للمخاصم أو المخالف. وقد وردت الألف النهائية للدلالة على الجمع السرياني والمندائي مرات عديدة في القرآن، ومنها: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، لا تقرأ زحفا بالتنوين العربي وكمصدر لفعل زحف زحفا كما يشرحه أهل التأويل، بل بقراءة زاحفين وليس زحفا بإضمار فعل زحف زحفا. مثال آخر عن الخلط بين الراء السريانية ونقلها كدال عربية في سورة الشعراء الآية 22: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. من جملة الذين اختلفوا في معنى هذه الآية يذكر الطبري رأي من قال، وقال آخرون: هذا استفهام كان من موسى لفرعون، كأنه قال: أتمن علي أن اتخذت بني إسرائيل عبيدا؟ واختلف أهل العربية في ذلك، والاختلاف ناجم عن حرف واحد في كتابة عبدت بني إسرائيل بمعنى استعبدتهم وجعلتهم عبيدا لك، ولم يلاحظ أهل التأويل ولا مترجمو القرآن الغربيون برسالة موسى وفقا لرواية العهد القديم كما وردت في سورة الشعراء الآية 16 و17: فأتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. ولا يذكر القرآن هدف هذا الطلب، وهو ليعبدوا رب العالمين. ولذا جاء سؤال فرعون في الآية 23، قال فرعون: وما رب العالمين؟ فيدل هذا السؤال على ما لم يذكر في القرآن عن طلب موسى ليعبد رب العالمين. ولذا علينا تصحيح كتابة أن عبدت بقراءة إن عبرت بني إسرائيل كجملة شرطية كما يلي: وتلك نعمة تمنها علي إن عبرت بني إسرائيل، أي إن سمحت لبني إسرائيل بالعبور، أي بالخروج من مصر ليعبدوا رب العالمين. ويتبين نقص هذه العبارة في القرآن بسؤال فرعون: وما رب العالمين؟ وإلا لما كان معنى لهذا السؤال. نأتي بمثال آخر عن الخلط بين الدال والراء بالرسم السرياني أو الكرشوني بكتابة كلمة سرادق في سورة الكهف 29: إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. احتار أهل التأويل شرقا وغربا بمعنى السرادق. تفسير الطبري: وقوله أحاط بهم سرادقها يقول: أحاط سرادق النار التي أعدها الله للكافرين بربهم، وذلك فيما قيل: حائط من نار يطيف بهم كسرادق الفسطاط، وهي الحجرة التي تطيف بالفسطاط، كما قال رؤبة: يا حكم ابن المنذر ابن الجارود، سرادق الفضل عليك ممدود. وكما قال سلامة بن الجندل: هو المولج النعمان بيتا سماؤه صدور الفيول بعد بيت مسردق، يعني بيتا له سرادق. ذكر ما قال ذلك عن ابن عباس قال: هي حائط من نار. وعن معمر عمن أخبره قال:
دخان يحيط بالكفار يوم القيامة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك السرادق هو البحر. وقوله إن لسرادق النار 4 جدر، كث كل واحدة مثل مسيرة 40 سنة. ولا يشك لسان العرب بقراءة سرادق بقوله السرادق ما أحاط بالبناء، والجمع سرادقات، مع أن السرادق هي جمع. قال سيبويه: جمعوه بالتاء وإن كان مذكرا حين لم يكسر. وفي التنزيل: أحاط بهم سرادقها في صفة النار أعاذنا الله منها. قال الزجاج: صار عليهم سرادق من العذاب. ابن الأثير: وقد ورد في الحديث ذكر السرادق في غير موضع، وهو كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء. ويرى آرثر جيفري في كتابه الألفاظ الدخيلة في القرآن The Foreign Vocabulary in the Quran بأن كلمة سرادق فارسية الأصل، ونجدها في القاموس الفارسي كصيغة ثانوية لكلمة سارا باردي التي تعني خيمة ملكية أو ستار الخيمة، وبالعامية بردايا. إلا أن كل هذه التفاسير لا أساس لها من الصحة، والكلمة عربية الأصل كما سنرى. فك معضلة السرادق. يكمن سر هذه المعضلة في حرف واحد، وهو حرف الدال العربي الذي كان في الأصل راء سريانية، وقد أخطأ الناسخ بنقلها من المرحلة الأولى إلى الثانية كدال عربية من أصلها الكرشوني. وجذر سرادق هو الفعل العربي شرق وأشرق، فكان على الذين أضافوا النقط في المرحلة الرابعة وضع 3 نقط على السين لقراءتها كشين، إلا أنهم لم يروا أصلها العربي بكتابة سرادق بالدال من المرحلة الثانية. وإذ يقال عن الشمس أشرقت الشمس أي أضاءت، فالنور يفترض الإضاءة أيضا بالنار، ولذا يقال لتجفيف الذبائح أو شويها بعرضها على نور الشمس تشريق، وهي تسمية الأيام الثلاثة التي تتبع عيد الأضحى. والكلمة السريانية هي شراغة وتلفظ شراغة، ومنها عربيا السراج، وهو لفظ ثانوي ومرادف لفعل أشرق بلفظ القاف كجيم مصرية، وتقلب شراغة السريانية إلى فعل أشغر أي أوقد النار. وقد قرأت في القرآن مزور البحر المزجور، والكرشوني ولفظه بالكرشوني مزهور. ويفيدنا لسان العرب بقوله: شرقت اللحم وشررته في الشمس ليجف، لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى، ومنه سميت أيام التشريق، وهي 3 أيام بعد يوم النحر، لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس أي يشرر. وهذا يعني أن التشريق يكون أيضا على النار. وبكلمة يشرر يعطينا لسان العرب صيغة ثانوية لفعل شرق بحذف القاف وبإدغامها بالراء، فينتج عنها تجديد الراء أو تكرارها فتصبح شرق شرر، ومنها الشرر والشرارة المتصاعدة من النار. وقد وردت كلمة شرر مرة واحدة في القرآن في سورة المرسلات الآية 32
بوصفه نار جهنم: إنها ترمي بشرر كالقصر. فهم أهل التأويل معنى الشرر، إلا أنهم لم يفهموا معنى القصر، وكيف يمكن أن يكون شكل الشرر كالقصر؟ كل ما يذكره الطبري عن اختلاف أهل التأويل من واحد القصور والقصر العظيم أو الغليظ من النخل كأصول النخل وما أشبه ذلك، لا أساس له من الصحة، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يمكن حل هذه المعضلة إلا باللجوء إلى السريانية. فيكفي أن نقرأ قصر بقلب الأحرف إلى قرص لتعطينا الكلمة السريانية قاروسا وقاروسا معنى المسمار الكبير، حسب منا صفحة 707. وهذا أقرب لتشبيه الشرر بشكل المسامير الكبيرة الشبيهة بالسهام من تشبيهه بالقصور. وعليه علينا أن نقرأ كالقصر، وليس بالمفرد بقراءته التقليدية بل بالجمع: ترمي بشرر كالقصر، وليس كالقصر بالمفرد. ولم يحصل هذا التشكيل إلا في المرحلة الخامسة. وبالرجوع إلى معضلة السرادق وأحاطت بهم سرادقها، فالفضل للسان القرآن العربي المبين الذي يبين لنا تصحيح كتابة سرادقها باستبدال أبدال بالراء وإضافة 3 نقط على السين لقراءة شرارقها بفتح الشين أي شراراتها، والفضل أيضا لمقابلها السرياني وهو شرغرغيتا كتبت بالجيم، شرغرغيتا بلفظ شرغرغيتا التي تعني شرارة نار، قاموس منا صفحة 820. وبهذا الاكتشاف يعطينا القرآن بلفظ شرارقها كلمة فريدة بصيغة الجمع لم ترد حتى الآن في أي معجم من المعاجم العربية وغير العربية. وبالمقارنة بالمفرد السرياني شروغراغا، من المفترض أن يكون مفرد شرارق شراقة أو شرقرقة ومنها الشرارة. والسؤال: إن كان لكلمة شرارق وجود في أي لهجة من اللهجات العربية؟ وقد جاء ذكر السرادق في الشعر العربي، ومنه قول لبيد يصف حمرا: رفعنا سرادقا في يوم ريح يصفق بين ميل واعتدال. وهذا دليل واضح على دخول قراءة سرادق الخاطئة في الشعر العربي بعد القرآن، حتى أنهم اشتقوا منه فعل سردق يسردق، ومنه بيت مسردق. هذه بعض الأمثلة لنقل النساخ الخاطئ من أصل عربي بالخط السرياني أو الكرشوني إلى الخط العربي بالرسم الحجازي والكوفي. وسوف نأتي بأمثلة أخرى عن قريب إن شاء الله. ومع إبطائنا لإعداد ونشر هذه الحلقة، نشكركم لمتابعتكم، والرجاء تفعيل الجرس والاشتراك في القناة لنوافيكم بكل جديد في حينه. والسلام عليكم.